جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: هل من الضروري قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام في المدة التي يتوقف فيها الإمام بقراءة ما بعد الفاتحة من القرآن الكريم؟ على كل حال، قراءة الفاتحة مشروعة خلف الإمام في الجملة، فإذا قرأها في سكتات الإمام أو في الصلاة السرية صلوات النهار فهذا عمل يبلغ الذمة إن شاء الله وفيه احتياط. أما إذا كان الإمام يقرأ، فهل على المأموم أن يقرأ الفاتحة وهو يسمع لقراءة إمامه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأرجح والله أعلم أنه لا تجب عليه القراءة، بل يجب عليه الاستماع. قوله تعالى: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: نزلت هذه الآية في الصلاة، والذي يقرأ الفاتحة لا يكون مستمعا لإمامه، بل يشوش على نفسه ويشوش على إمامه.